يبقى هتعمل ال3 سطور وتبدأ إن أنت تشتغل عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. هنكتب النهاردة شباب بالخط الديواني زي ما هو باين من العنوان كده، هنكتب مع بعض آية قرآنية أتمنى تشاهدونا للنهاية. وقبل ما نبدأ كده أتمنى إنك لو بتحب الخط العربي اضغط لايك للمحتوى، ولو بتشجع المحتوى المحترم شجعنا بضغط لايك وضغط على زر الاشتراك في القناة. هنكتب كده إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعالوا نركز مع حركة سير القلم في البداية. طبعا الكتابة بقلم سبورة على سبورة، فالوضع بيكون مختلف شوية عن انك تكتب بالقلم بأقلام الخط العربي على الورق. احنا كتبناها كده، افرض مثلا هي ما عجبتكش عايز تكتبها مره اخرى، يعني هي ما عجبتنيش عايز ان انا اكتبها مره اخرى، مفيش مشكله خالص، تعال نكتبها مره تانية. اما تتمرن على جمله او على ايه قرانيه وما تعجبكش اكتبها مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما ايه ايدك تاخد عليها، وهتلاقي نفسك تلقائيا كده بتطلع فيها اخطاء وتطلع فيها جماليات انت ما تعرفهاش اصلا. هنكتب كده تاني، ركز معايا. ان الله
انا سبت دي مش هكملها غير لما ايه اخليها تشبك في حاجة هنا. كده هي أفضل من اللي فاتت. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أتمنى اللي شاهد الحلقة إنه يكتب معانا، يبدأ يعمل تسطيرة معينة. تعالوا ناخد مع بعض كده، يعني نخلي الحلقة مفيدة للجميع. لو جينا ناخد تسطيرة، إحنا عملنا السطر الأولاني اللي هو ده، إيه رأيكم لما نعمل تسطيرة تانية اللي هي كده؟ بناخد سطر تاني. المفروض الكلام ده قبل ما نشتغل، الناس المبتدئين بيعملوا كده، الناس المبتدئين بياخدوا السطر ده اهو، شايفين يا شباب السطر ده واخد النص ده من هنا كده، وده سطر الاساس، واعلى ارتفاع اللي هو السطر ده اهو يا شباب. يبقى هتعمل الثلاث سطور وتبدا ان انت تشتغل عليهم. ده للناس المبتدئين، واحنا ان شاء الله القناه بتاعتنا مليئه بالناس اللي ما شاء الله كلهم محترمين واصحاب ذوق عالي وخط جميل. اتمنى اي حد يشاهد الحلقه للنهايه انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصلوا فيديوهاتنا اللي يقدر من خلالها يحسن خطه معانا، وكذلك يكتب بخط جميل. أرجو من حضراتكم الدعاء لنا بزهر الغيب، وكذلك دعوة الأصدقاء والمهتمين بالخط العربي للالتحاق بنا وبقناتنا قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. أترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. مع السلامة.